وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وقوله عشيرتك، العشيرة هي القبيلة، ومع أنها هي القبيلة لكن خصص فقال الأقربين، والأقربين على صيغة أفعل، فيكون الإنذار الأولى به الأقرب فالأقرب، فقوله والأقربين على وزن أفعل، أقرب على وزن أفعل، فيكون المقدم بالإنذار الأقرب فالأقرب، وقد صنع ذلك عليه الصلاة والسلام.